هاي هاي ازيكم عاملين ايه؟ انا جانا من قناه جانا اندري تيس، واختي ريتاس من قناه جانا اندري تيس. هاي والنهارده هنعمل فيديو جميل جدا، هو تحدي الباركور. طبعا اختي هتلعب باركور، طبعا يا اصحابي بتتحدى ناس طبعا في اللعبه. طبعا هي إيه بتلعب ايه؟ احنا لعبنا يعني لعبنا، وايه لو مت دلوقتي ارجع في المكان اللي انا كنت فيه، عشان ما بطلع من اللعبه يا اصحابي بطلع من اللعبه يعني انا واقفه هنا خلاص وخدت شوبين. انا طلعت من اللعبه خالص، مسحت الصفحه، دخلت تاني ودوست على اللعبه تاني، هتلاقي نفسك انت في المكان ده. ماشي يا اصحابي، اللعبه دي جميله، هتلاقوا اسمها في الكومنت. لا مش في الكومنتات، هو يعني عنوان الفيديو، هو هتلاقوا اسمها وهتلاقوا اسم اللعبه واسم الماب. ماشي يا اصحابي، تلاقوا روبلوكس بالانجليزي، وهتلاقوا بردك اسم الباب الماب بالظبط. طبعا انا مت، هتقولوا لي لا روحت سهلة جدا، عشان كده احنا صورناها ولعبناها. طبعا انا مت، هتقولوا لي انت ازاي يعني كده؟ هقول لكم هي لو ماشيت هترجع في المكان اللي هي كانت فيه. خدت تشيك بوينت يا اصحابي. هي محترفه بسم الله ما شاء الله عليها. ايه ده ما بيموتش يعني، يعني هو بيستعبط عليك. يا حبيبتي انت يا بنتي انت قلتي طبعا انا مشتريه. بص ده استنى، انا طبعا مشتريه اللون الاحمر ده، انت كده عشان انتوا شايفين من عندك، وانا معايا دلوقتي بصوا 13 جنيه. طبعا دي حاجات بتمشي وراك يعني، اسمها ايه انت فكريني؟ اسمها زي الوان يعني كده، لا حاجات بتمشي وراكي للمنظر. يكون منظرك حلو. والله احنا فاضيين للمنظر هم يعني يعني كفايه اللي احنا منين فلوس من لما بتعدي. لما تجيبي يعني مثلا لما تجيبي العيال بتكلم لما تجيبي ايه مثلا يعني واتي نوم طبعا لما تجيبي ده اسمع صوتي دا 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 انا با با ديري دو جيري مستليني يعني دا دا ديري دو جيري مستليني يعني دا دا انا بلعب هوية بتشتكني مش طبعا انا حافظة يعني موسيقات انجابية من على التيك توك، وحافظة بردك موسيقى تانية بس بتلخبط فيها يعني حافظة قوي. ده انا مشيت على الهوا. انت بتقولي ايه انت بتقعد تحفظي القرآن اكتر؟ انا حافظة يعني شوية سورة القرآن. طبعا احنا دلوقتي يعني مصور الساعة 9 الا تلت يعني، العيشة لسه مأذنة من شوية ولسه هروح الناس يعني لسه اصلي. المية قطع عندنا طبعا ومش عارفة اعمل ايه. توضلني اللي بيصلي اكتب لي تحت في التعليقات، واللي حافظ القرآن برضه اكتب لي تحت في التعليقات. والشطور بيحب قوي القرآن، طبعا كلكم بتحب القرآن. اللي بيحب القرآن برضك وبيصلي ومستمر في القرآن دي عايزة الفيديو ده يوصل ل 600,000 على قد ما تقدر، بس لايك ده انا كنت فاكره ان انت يعني بصوا يوصل يعني 500,000 لايك او خلاص يا بنتي ألف لايك ده يبقى على قد ما تقدروا، بس يبقى للألف. ماشي يا اصحابي، حاجه في ألف لو بقى انتوا بتقروا القران ومحترمين وكويسين وبتصلوا لو الفيديو وصل للألف المشاهده. وألف بردك يا جماعه، وألف تعليق يا اصحابي، عايزه حاجات كتير على الفيديو ده. هو انتوا شفتوني يا اصحابي لمستها؟ يلا حس صعبه جامده صعبه. انا مش عارفه اعدي البلكون ده. يا نوب يا نوب اختي اللي تحت انا ماما نوب. يعني عايزين الضربه حتى تعلقه. سيبيها يا بنتي بتمشي لوحدها، سيبيها ما بتمشيش لوحدها، بتمشي والله. تحرف كمان كده انا مت ولا ايه؟ هم مجانين ليه؟ انا هعديها لها طبعا يا اصحابي. يلا يا اصحابي هنحاول تاني. خلاص يلا تحاول تاني. احنا ابطال. انا عرفت اعمل ايه، اقف الترتوف وانط. ما هو يا غبيتي ما تتكفي على الترتوف. انا علوني 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 يا نوني علوني نوبه نوب يا مو نوب. اسكت يا مو. هتخمني بقى في دي. ما انا بحبها تخمين دي. لا مش دي ولا الصفرة، يبقى الصفرة. حاسة دي برضك او الصفرة. الشيء هاي الشيء استني لا الموف الموف هاي سيلا عرفك ما هو في اتنين تاني. ها
انا موف. انا قلت الازرق بقى. هو الموف. هو الموف. اذا التانية زيت شالت والله. ايه كانت فين؟ لا مش شالت. هما دي نروح هنا. البينج. البينج اهو. يبقى الخضرة. تبع الخضرة اهي. ايه ده؟ البينج يا غبي. يبقى البينج. انا عارض البينج مش الخضرة. بقى اول حاجة بامبا وبعدين موف. اصبري ما هو بيتغير. والله بامبا وبعدين موف. لا بيتغير. لا والله. بيتغير. طب لما نشوف كان اصفر. البامبا. اصفر. كان اصفر. اصفر. طب ما نشوف. اصفر ثاني. بعدين موف. بعدين موف. بينج ثاني. بامبا ولا لا؟ ايوه بامبا. ده مش بامبا بامبا. اوعى اوعى طيب. انت جمعتي كام فلوس؟ بس لا وانا 21 جنيه. وعلى كل باركور بتعدي بتجمعي واحد. الباركور ده انا عديته لاصحابي. جميل جدا ده. انا ملجلجه. اوه لوت ايه اصحابي. انا كنت هموت. انت لمست البتاع ده مش موتي صح؟ انت لمست البتاع. يلا احس شويه. هاي جايز كيفكم؟ النهارده هنلعب لعبه روح. هاي جايز كيفكم؟ باركور. طبعا يا اصحابي انا اقول لكم بقى. انا هوريكم جزء الكلام. هاي ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب روبلوكس ماب الباركور. شوفوا بقى المقدمه الثانيه لعبه روبلوكس. ازيكم عاملين ايه؟ بحبكم كتير. النهارده هنلعب ماب الباركور وشوفوا المقدمه الثانيه اخر مقدمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتونا كتير كتير كتير. والنهارده هنلعب لعبه روبلوكس ماب الباركور. هو انا جاي في الاخر يا ربا وبتوا ترى بس يا اختي. حلو. نقول تحت التعليقات المقدمة احلى. قولوا لي في التعليقات انا محترفه ولا لا. والله انا المحترفه. اكتبوا لي تحت التعليقات. كنا لسه بنلعب الكمبيوتر وخلصنا ولعبنا. يا اختي دي بعيد عاملينها ليه بعيده اهو في التركوف. نوب ليه تلعبيها تاني وانا بعدها. جربي اخر نوب. يا نوب يا نوب. والله انت اللي نوب. انا لعبت مو تعرفي مش بيدوسوا ليه. عادي انا اعملها. هو اها يلا تكرهوا شويه. يلا حسوا شويه. اها احنا عدي خدنا واحد شيت بوينت. انت سمعتي لما خدنا واحد تشيك بوينت خدنا كام؟ 85. يا لهوي. بس يا اختي ايه ده؟ هي عايزه تمشي كده؟ لا والله كنت فاكره اللي بترفع لفوق. لا بتنطي. بتنطي عشان بتاع السكرب بتاعت لفوق. هو انا كمان كنت فاكره صح؟ اه صح. بس انت عرفت ازاي اللي بتاعت الخطوط؟ انا عارف. قربت الزلزال. احنا بطاريه. اهو يلا حط شويه. بس احنا ميه. ده كله بيعمل. طب ما تعدي خلاص قبل ما الواد يسبقك. عايزين نشوف اخر الماب ايه. ايه ده؟ اها يلا النوب اهو. وات هي كنتي بقى ده جبش محتاج. قولوا بقى. قولوا واتش. قولي واتش. اللجلجة هي اللي بتزغ يا بات. طب قولي فلفل. فلفل امك بتزغط فيل. بس بقى خدتي دي شتي. ما انا معايا تعالى. انا بس المتاع البنك مش موت. لما انا اقول وات الناس كتيرة بتقول وات. بس الفلفل ما فيش حد. الناس بتقول فلفل. لما واحده تقول عند الراجل بتاع الخضار انا عايزه فلفل يا عمو يا راجل يا شح يا ابني انت عايزه فلفل يا عمو. قدامها كده وتشتري قوطه ولا بطاطس ولا اي حاجه تبص لها تقول لها امك بتزغط فيه وهي تجري وراك. يا بنت مش شبشب على طول وانت تزوقي في الشارع. ممكن هوس 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 هوس. انا رغين سوري سوري. هاي في اخر حتة موت ليه؟ انساك انساك. انا عادي يا ماضي دي يا انا ستري بحسن. استغفر الله. سافر اللحمة. انا ستري ولا في الحقيقة حاجة تانية. انت تشوفوه في الفيديوهات خسن ومنتن. استغفر الله. انا دلوقتي اغير لكم صوتي. ازيكم عاملين ايه معاكم؟ حلقة جديدة. ورينا صوتك الحقيقي. طب صوتي بقى
يعني بشع. لا مش بشع، صوت الاطفال. ازيكم يا بيلي؟ ده ده لعبه بوكوكس. طبعا لعبه بوكوكس. هديك بوكوكس وتسلسل غاتوا لايك واشتركوا في القناة. اصحابي شفتوني لمستها يا اصحابي. بصوا بقى الغرطة بتاعت العيال الصغيرة. سمعين الضحكة؟ الفيديو ده عايز اوصل لايكات كتير، مشاهدات كتير. يا لو حد جديد اكون الرخي ده انا مش عارفة اركز. لو حد جديد معانا في القناة واول مره يشوف قناتنا اشترك في قناته. سهل يا اصحابي انا طالعه فوق. الله يضغط لايك. انت خلاص قربتي توصلي لاخر الماب. وريه بصي فوق كده، فوقيكي فوقيكي، شوفي في حاجات تانية. ولو عدتي هعدي دول بس واوصل لاخر الماب ان شاء الله. لا اصحابي انا هعديها معاكم الماب كلها، هتعديها معاكم ان شاء الله وهنخلصها كلها بسم الله ما شاء الله. انت ما خدتيش شوكبان عشان ما اطلع عليكي حاجه. والله ما طلع لي. طب موتي نفسك ورني. ايه ده؟ اوه شكرا اخدتي انا. يلا اوه باشا دي محتاجة ده ازاي عامل صوت؟ دي العيال عمالة بتغير. ما تجمش يا بنتي، يا بنتي اخر الماب. دي الماب اللي احنا كنا فيها طبعا. لا والله دي اخر الماب. لا دي من البداية. يلا البداية مش اخر الباب. ارو يلا غنينا الاغنية سن حبيبتك بتاعتك. اكتبوني تحت في التعليقات عايزين نلعب اني ماب في روبلوكس، وعايزين نلعب العاب رعب. انتوا عايزين اكتبوني تحت في التعليقات يا اصحابي. وطبعا عايز اقول لكم كلمه، قولوا رايكم ايه في الماب دي، قولوا رايكم ايه في الماب دي تحت في التعليقات. عايزين نلعب منها بدخول تاني بردك، بدخول لسه نازل تاني. وروبلوكس دي بتتحدث يعني انا لسه بحدثها وبعدين صورت الفيديو. روحوا حملوها، لعبه جميله جدا جدا والله العظيم، احلى من ببجي والكلام التافه ده. استغفر الله. صعبه صعبه والله العظيم. ايه ده يعني لعبه صعبه تافهه فوق التهاب. يعني عاملين لك ترطفه كده تخططي تمشي عليها تقفي عليها. والله فيها كل الالعاب. بصي يا حبيبتي بصي الصعوبه بس. بص الصعوبه. عايزه بقى دلوقتي عايزه حد محترف. انا محترف. لا انا عايزه هوس بس تسيبش اللايك. بصوا اللايك هيجي قدامك. انت اللي محترفه. ايوه ده انا احرف منك. لا اللايكات متكسره. انت كده لعبنا باركور ده تنبى. هتلاقي اللايكات متكسره في الشاشه. تقول لكم قولوا لي انا ليه لايك. اضغط لايك وسبسكرايب يا عم. انت بتزغرق. طب تعالى انت مش راضي تضغط لايك. طب مش لا انت بتزعق. طب مش هعمل والله. انت بتزغرط. هتعمل ايه في لايك يا عم؟ انت بتزعق. طب مش هعمل. انت بتزغرط ولا كده مش عارف. هتعمل ايه ازاي يا عم؟ يا عم في ايه يا عم؟ يا جماعه انا هحاول 30 جنيه. يا عم ما ينفعش البس الازرق؟ لا تلبس ازرق. ارمس الازرق. طب دي صعبه. انا هعديها وارجع لكم يا اصحابي. طبعا يا اصحابي انا اللي عديتها والله العظيم. انا اللي عديتها وعرفت اعديها اصلا. ما جربتش كده مش عارفه اعديها النوبه يا اختي. طب الحظ دخلنا على الصعب. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. وعدت من اول واحده والله العظيم عشان في فتحه. في فتحه من اصلا. هو عشان عديت حاجه واحده بس. طب عديك دي والله. بس يا اختي ما هو في فتحه كبيره. اعمل لهم ايه؟ عشان انا مش بقف على التعرفه. الحاجات اللي انا بفهم فيها انت اللي بتفهمي فيها. ما انا عديتها اهو. شنوبه فاكرة نفسك اللي انت بس يا اختي امشي والله عشان عديت التاني ده دلوقتي. ده في ناس احرف منك اصلا يا اختي. امشي. مين اللي احرف مني؟ قولي مين اللي احرف مني؟ انت قربت تنزلي من الصراحة. قولي تحت التعليقات مين المحترف يا اصحابي. بصي يا حبايبي قولوا الصراحة وربنا والله وحياتكم. هو فين؟ فين اخر الماب؟ فين اخر الماب يا اصحابي؟ فين 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 فين؟ هتقولوا لنا انت هتفضلي تدوري كده كتير؟ لا ما تخافيش ما تخافيش. يلا يا اصحابي انا بقى بزرايك يا عم. مش انا قلت يا اصحابي ما تخافيش. ما تخافوش. ايه ده؟ ما انا قبل كده براعتك ونازله تحتها بالظبط. او ماي جاد او ماي جاد. اغنيكم موسيقى او ماي جاد على طول. بقول لك كلمه الانجليزيه دي. او ماي جاد او ماي جاد
او ماي جاد والله كنت عادي عادي يا اصحاب. سوري 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 كلام كنت بصوا ده اللي بكلمه دوت كله طبيعي طبيعي ده انا كنت والله فاكره دي اللي ما بتموتش الصفرة هات ربنا الاحمر ده سوري 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 برين شغل برين لا 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 يلا بصي يا بنت عايزين الباركور بقى انا اللي بلعبه وهكمل الماب دي كل هكملها لو الريتوس ما كملتش كلها الماب ديت انا هكملها في فيديو تاني ولو كملتها هعمل فيديو تاني بقى الباركور التاني اكتبوا لي تحت في التعليقات لو انتوا عايزينه اشهدوا يا اصحابي اشهدوا اللي جنى هي اللي بتعطلني لا وربنا لا وحياة الرسول لا او النعمه لا يلا يا اصحابي نعدي هو انا مش قلت حاجه على فكره بس انا صح مش قلت حاجه يا اصحابي يا اصحابي ده سر سر يا اصحابي سر ايه بقى لا ما فيش اي حاجه بقول لهم سر اللايك والاشتراك في القناه سر اللايك ده بالسر يا حلوه انت بتكدبي عليا يعني يعملوني 100,000 لايك عشان احنا ان نفوز على جنى كل حاجه بتقولي ايه يا بت ايوه بقول صورة الفيديو يوصل 50,000 لايك يا لهوي ليه 500 صح والله كنت فاكره يعني هو انا ما بسمعش باينه او ماي جاد طب انا اللي عدي دي بقى شوفي شفرتي اصحابي شوفي شفرتي اصحابي والله يا اللي بتعدي وانا بمثل تعالى تعرفي عارفه اكتبي لي تحت في مش روبلوكس شكل ماي جاد هتلاقي روبلوكس هنا جنب الكلمات اسكتي يا بنتي عشان هصعب لماذا نحن هنا سؤال صعب سؤال هو انا جمعت كام 43 يعني حلوين والله لماذا نحن هنا سؤال صعب سؤال صعب من هنا بتبعتوا اصدقائي يا اصحابي يا حبيبتي استني ونرجع لكم طبعا يا اصحابي ورجع لكم بعد الشاشه الجزمه اللي بتيجي لنا الجنب لما والله الحظ ساعات وساعات ما بتيجي لنا الجنب ساعات وساعات حظنا يا اصحابي بقى حلو دلوقتي دي رخامه انتي هتعدي عليك حرام عليكي بقى تاني مره تموتي يا حبوبتي سري طبعا انا عادي اصحابي عشان الركاج نوبا وقولي انا ربة وردي واعترفي انا ربة انت ربة قصدي عشان بس بتعدي هاي منت كمان ربة لماذا نحن هنا يشوفوا حاجة لون صعب لماذا نحن هنا سؤال صعب سؤال صعب لماذا نحن هنا حلوه الحاجه اللي انا عملتها دي انا وقعت والله نفسي بقصد بس انا عايزه اضحككم شويه او ماي جاد او ماي جاد هتقولي نفسك محترفه يا نوبا عشان بس بتعدي واحده هتقولي نفسك نوبا قولي ورايا لماذا نحن هنا سؤال صعب ورم يا يا بنتي انت لازم تقفي على المكالمات عشان ما تفهميش او ماي جاد ايه ده ده انا جاي انت يا بنت ليه انت بسرعه قبل ما البت تمشي البت دي مستنيه مين والله ما اعرف ايه مستنيه ده سرير ده ولا ايه سبحان الله بس المخده هي اللي بتفنش او ماي جاد انت مش عايزه المخده مش عايزه المخده اوعى تقول سبيت سبيت لا ما فيش اتفاق هنا بسهله كده وكده هو بيعمل الاطفال دي على فكره لو كانت فيها سبيت كانت اللي بيقول انت لسه بكره بكره انا صغيره يعني انت طفله ايوه انا عندي 10 سنين او ماي جاد ازاي هو اي حد يا اصحابي عنده 10 سنين يبقى مش انسه يبقى مش انس مش انا يعني تبقى مش انسه بص بقى بكره بكره يا حبايبي اها يلا اضربوا يا سين اضربوا يا كلب يلا حس شويه يلا
بسرعه يا رونا نعدي. انت زنا بتضيعها يا اصحابي والله. واضربه في البيت حته على القدر كل شويه يديني ضربه باخد حقي. قلت له انت يا بنت عقلك صغير يا بنت. انا ما اضربهاش دي جرامي. انا اصغر منك يا حبيبتي بست سنين. بقول لك يا بنتي اختك اصغر منك ثلاث سنين. ايوه يضربني ضربه انا اضربه الضربه واقوى منها ضربتين ولا ثلاثه. اقول لك حاجه انا مش مضربهاش مدي ضربني. لا والله ليه يا سين زي كل لماذا نحن هنا سؤال صعب. احنا عندنا شيش عن لماذا نحن هنا دي شغل. طبعا احنا شاشه الجنب وانا رجعتلكم دي حاجه رخامه فوق الرخامه والله. بنتك بتدلعني توني جوجو او جوجو انا مدخل جيجي او جنى. امك بصوا اصحابي رحت قلت لها هاي انا اسمي جنى هاي بنت زي عسل ما اعرفش بنت ولا ولد الله ما يعرف بنت عشان كان اسمها مكتوب. طبعا انا ما اعرفش هي اللي بترد انجبيه يا اصحابي. طبعا اختي ايان بتمشي يلا كلمني يا بتيجو هاي انا اصلا I love you so much اصحابي الحلوين I love you I love you so. ايه الصعوبه دي ايه السهاله دي والله صعبه حطي كيا هنا هنا هكذا يا كبر هذا حياه استغفر الله العظيم. اسكت يا بت تضحك علي انت كمان نفسك ترمي نفسك ها لماذا نحن شوفي جمعتي قد ايه بس لما تعدي ديت انا ما تعدي ايه ده انزلي تحت جمعتي 51 جنيه حلو قربت اجمع 100 دي اخر مره تجربيها وانا بقول لك حاجه يا حبيبتي انا مش واقفه على الطاوله يلا اما تقوم الحاجه متجمعوش متمشي يلا يا حب فلوس. حب يا ام حب يا بنتي يا اللي بتقولي لي يلا يا حب. طبعا اصحى انا العاد ده تاني سيخ تاني 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 وستان استنى ايه شمحات شمشات كالكات شفت الشطرة شفت الشطرة هو ده بالحظ يا أصحاب. وحيات الرسول وحيات الرسول اكتبوا تحت التعليقات مين اللي أشطر فينا وحيات ربنا أغلى حياة عندكم اكتبوا تحت التعليقات مين اللي أشطر جانا ولا ريتاش تبع حياة أمهم اكتبوني تحت التعليقات حيات أغلى حاجة عندكم يعني مش هو ربنا طبعا أمكم وأبوكم أفافو ما بعد ربنا أمكم ثم أبوكم لا أمكم ثم أبوكم صح ثم عيالكم نوب نوب يلعب وتحسدت من أصحابي وأنا حسدت يا دير يا جان ودي له يا ضرب تحت تضربها عليك اضربها مزاجي على طول. ياسين بيحب ريتاج والله بساله بتحبي مين اكتر عشان بضربه كتير يا ريتاج يا رخم عشان انا حنينة انا احنا حكينا لكم على قصة حياتنا كلنا كان بألعابنا نلعب سوا انا كلها قصة حياتنا والله بتركوا اللي احنا بنضرب بعض بنشتم بعض بنضرب بعض بنشتم بعض بس نعوذ استغفر الله العظيم بعد الشتيمة بقى يا نباب الريتاج المرة دي انا محبها بص بقى ايه ده في الشباب بيحبها اوه جاد ريتاج متحبني ولا خلاص خلينا بقى دلوقتي في اللعبة انا محبي ماما كمان بص هقول لكم حاجة ايه انا بضرب اخويا ياسين بس في الاخر باجي اصالحه لا والله هو بيحبها بردك ايه الرخامه دي معرفش ليه يا حبايبي عاديه حب الاصدقاء والاصحاب والاخوات حب لماذا نحن اخوات ارتاج انا انا محبك وانت مش حبيني استنيني صح عشان انا عرفتها اه صحيح كانت الصراحه مبين مش عارفه ده هو لازم تقفي على دي صعبه قوي يا ريتاج بقول له حاجه يا اختي نهله بقول لكم حاجه اختي نهله انا بحب ريتاج انا وهي متحبين كنت عايزه عنوب نوب الدب الدب يا حبايبي مش هي سهله سهله يا اصحابي سهله سهله عنوب صعبه بس انت زي ما تنزل على السبحان غريبة
مش انت غريبة انت اللي غريبة قلت هو اللب بس يا امو هي هي قرري بس يا بتاري لازم هي هي لو ها 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 هي 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 وها 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 لماذا نحن هنا يس يس روح جمعت جمعت ايه احلى حاجه هو بتاع الطيار ده الطيار يوريكي استنى اوريك حاجه حلوه الاول انا هوريك فين الطيار والله اهو ده الف يا ابني استني استنى يا اصحابي اوريكوا كمان حاجه حلوه بس ما وكمان السوسته هذه سوستة؟ سوستة الجم سوستة الجم وسوستة الاسبيت اهي سوستة الاسبيت ماماي انا قربت لها خلاص لا ما تجيب هاز جيب البتاع البتير بتاع البتير حلو يا ريتاج ده يا حبيبتي جاب الف ده يخليك تخلص مش مهم يا ريتاج خلصت الفيديو على كل مرة بتلعب يا ريتاج ده انت قربت تقفلي اما ازاي بقى جنين عاملينها كان جنبك الحتة دي يا عبيطة بس دي بتطلعك بتطلعي يا موسى يا ايه ده لو نزلت هنا هنزل ده لا 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 كده تنزلي صح احنا عايزين نطلع عشان ننزل احنا مستنيين ما نعمل عارفه لو نزلنا سنه ما نبتدي بالهبل عارفه لو نطينا هنا بس دي مصور معانا اوه نو مش هنموت طب لو فجاه كده رجعوكوا في اخر المابا والله انا كنت مش عارفه اصلا ما تقولوش ان انا مبين ممكن عشان انا كنت مش عارفه وكان مش دخل في كله بيضطر يا ساعه كان اصلا لازم خلاص في النص عشان خاطر يا لهوي مبدي والله الصراحه سهله قوي قولوا لي تحت في التعليقات لو انتوا جربتوها لو انتوا مش جربتوها انا هتلاقوا الاسم تحت على يا اصحابي الفيديو هتلاقوا اسم الماب واسم بردك اللعب روبلوكس جربتي توصلي من جد كل حاجه لو الفيديو لو انتوا عايزين تجربوه اكتبوا تحت في التعليقات احنا عايزين نجربها وانا اخلي قولوا لهم اول ما عرفنا اللعبه هي لعبة جميلة هي لعبة سهلة وجميلة جدا وفيها كمبيوتر لعبة مسلية وانت لسه تدين معايا في القناة زي ما قلتلك اشترك وفعل الجرس بتاعي حلو واعجاب جميل جدا واتفرج على فيديوهاتنا التانية اللي كنا بنلعب فيها الكمبيوتر نزلت لسه منزلة من قريب فيديو الكمبيوتر وانا واختي ريتاش كان فيديو انت كده بترجعي كان فيديو حماسي جدا 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 والله العظيم كان جميل مش دي كانت زيها بينها بابا وكان جميل عايزاكوا الشروط للقناه تشتركوا في القناه وتفعلوا كل الاشتراك وكل فيديو جديد تعليق حلو لينا حلو كده واضغطوا لايك نادي معديه ولو يعني الفيديو وصل لكات كتير ل 200 الف لايك لازم يوصل لل 1000 لو وصل والله العظيم هوعدكم وعد العمر اللي انتوا عايزينه هتلاقوه في القناه دي من تحت التلات عايزين لعبة ايه وانا هنزلها لك اي حاجة عشر لعبة طبخ اختاروا عشر لعبة انتوا عايزينها عايزين طبخ اه وانا عايزين اي حاجة استنى اختاروا عشر لعبة انتوا عايزينها في التعليقات والله لو قلتوا هنفذها لكم بس بشرط الفيديو يوصل 600 الف لايك او ل 1000 لايك ماشي ما تتكسفوش بس لازم يوصل لاي حاجة من الالف ماشي يا اصحابي وتشتركوا في تشتركوا في قناه فعلوا جرس التعليق حلو منكم تعليق عايزه تعليق جميل جدا للفيديو ده عشان برضك ادركوا اللي انتوا عايزينه العشر العاب اللي انتوا عايزينها دلوقتي انت جاي بتلعب طب انا قلت لكم الحاجات يعني الحاجات اللي هتفيدكم هما زي ما بقول جرو بحس ان ارتجان عادي يا حبيبتي هو انا اصلا فرصه وربنا بس يا بت اخر فرصه وحياتك اخر فرصه والله مش هكسب نعدت كده نعدت كده نعدت كده نعدت كده نعدت كده نعدت كده وقلت بش نجات ماشي كده اخدت شكوية رشو تراني طبعا انت لو كنت مدي كنت قد ايه ده عادي وانا باخد الشكوية صح صح الله اعلم الحمد لله شكوية في الارض شبه شوف شكوية بختفي هو ممكن نجيبه ووريه له شكوية اهو شكله كده على الله اما شكله خيس يعني خصمين فرد كده شوف قربنا نكسب يا اصحابي الحلوين الطعمين الجميل لو قلنا هتيجي تاخدوري قلمين دي اغنيه اصلا انتوا مش عارفينها يا لاوي يا كلش السمين يا عجله تخينه ازاي زمان لا حط لي كلش دلدل قدام يا كلش السمين والله كنت معاك يا اصدالي بس جت في مالي انت تمامك بايدي تيجي تاخديني قلمين يعني كانت قصدها كده يعني هم يجوا ياخدوني بقول على يعني. يضربوني قلمين
لا انا بقول يضربوني هما. استني ما اشوف انت جمعتي قد ايه يا بنتي يا بنتي. شوف جمعتي قد ايه؟ 68. حلوين والله مقبولين. بس لا بس عايزه اجمع ال 1000. طبعا بوافق على الصداقات اللي بتبعتني. طب بيشوفوني محترفه مش كده. شنو هذا؟ اه شكل الواد اللي تحتي ده. انا البت دي محترفه معديه كل ده. بسم الله ما شاء الله. لو والله كنت عادي لحظه كنت مش فاكر بس يا ريت اللي كنت بتلعب. انا كنت عايزه اقف في الكوكب. مش لحقت اوصل في الكوكب يعني. ده اخويا اللي بيزغرط وهو اللي يعمل كده وصوت. هو عبيط صح؟ انا عملت لا يا اصعب يا اوبي جدا. انا بشتم نفسي. صورتي في الفيديوهات. اوماي جاد اللي زغرط يبقى عبيط. اوماي جاد اوماي جاد اللي تشعر دي طويس بلا مش عارف اكبر عليه. اه كنت فاكره اه انا طالعه لفوق. انا سخنت النار. حلفي شويه حاجه. اصعب باركور في العالم اصحابي. بقيت دلوقتي في الصعب. ايه حلوة ايه ده حلاوتهم. فيش هنا شيبوين. شيبوين هي اصعب حاجة. دخلت على الصعب وربنا. لا دخلت على السهولة. قولي لك ايه. اسكتي بقى. سلام. انا بتيجي كتير. كون 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 يعني ايه كون؟ ما اعرف يعني. انا بشتاق انجليزي يعني. لو كانوا حاطين لنا هنا سبيد كنا خلاص هنسكت السيطره. بعرف اعرف كلمات انجليزي. بسم الله ما شاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خمسه وخميسه في عينيكم. خمسه وخميسه خمسه وخميسه. بعرف اشتاق يعني كلمات انجليزي. انت بتقولي فيهم؟ والمشكله هو ممكن اي حد يحصل. ممكن واحد ما يقول حاجه اصلا. ممكن واحد لسه كبير في قناتنا وبيحسد كل حاجه. فاكرين يعني يعني ممكن حد زي قبل كده شفته في قبل كده مستلية ولا مستلية ولا مستلية مستلية كانت كان مسلسل كان المسلسل ده كان كانت الوحدة فيلم كانت الوحدة هي تحسدها على بشرتها وقمرتها وفي الاخر نامت في المطار وصحيت لقيت عيالها ومجوزة وماي جاد. فاكرين الفيلم ده يا اصحابي؟ وفي اخر الفيلم اخر الفيلم لقيتها وبعد كده صحيت من النوم قالت ايه يا انا مش رايحه الطياره. لا والله انت فاكره لحد دلوقتي بصراحه. نسيان يعني مش فاكره. انا لغايه دلوقتي فاكرين. انا كلكم كلكم كله فاكرين الفيلم ده في جنيه تحت برضك في تعليقات. انا عايزه الاقي تعليقات كل الفيلم ده. عايزه بالالوفات ولايكات بالالوفات وتعليقات بالالوفات زي ما قلت. وحبايبي بالالوفات اشتراكات بالالوفات وكمان حبايبي تفعيلات جرس كتير بالالوفات. وعايزه حاجات كتير وحبايبي بالالوفات. لا اخر والله فرصه كتير. استنى اما اشوف ماكر باص. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. دي اخر فرصه لو قلت والله يا حبيبتي. مش اخر فرصه ولا حاجه. طب فاضل لك والله العظيم اخر فرصه وحياه النبي. اغلى حاجه عندك صح. ربنا مش هو النبي ولا ايه؟ يا لهوي. لا انا بتلخبط والله من غير ربنا من ربنا. اخر مره والله اقسم بالله. اخر مره اقسم بالله اقسم بالله قسمت بالله وعملت بالله وشلاب اذا ما خلصتش المكتبه يا اصحابي. هنعدي الحته دي وهنقول لكم. هاتوا بقى نعدي لك الحته دي واللي بعديه وخلاص. سلام. لا قبل دلوقتي يعني لما نعدي انت فاضل لك والله حاجات بسيطه وتعدي وربنا. خلاص فاضل لي تكتين. انت عامله جليك لا قبلك قربت توصلي. قلنا انا مريحه يا ناس. صعبه لازم تقصي يا ليل بتاع. استنى ثواني انا عرفت ايه المشكله. تقصي على الترطوف وتنطي. لا مره حاجه لقيها صعبه كده بس ان شاء الله. تقصي يا حبيبتي على الترطوف وتنطي. ما شاء الله. ما بحبش الشاشه تبقى كده. خلاص ما بركز. انت مجنونه. او نو بي 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 ونبي نبي نبي. بصوا انا لازم اعطي مليون في المية. مليون في المية ايه شفت التالي. والله لو مت ازعل. على احتراف عشان عدت يا اصحابي واحدة بس. يلا امشي. انا عديت نتجمع والله مرة تخلي تحت التعليقات دي بنت جذابة. يلا امشي يا بنت. كنت فاكر كنت هنط كده على طول.
قول بره ابويا ياسر ما خدتش فيديو اسمها ما بتعرفش تعديها ده اسهل حاجه واسهل حاجه ما بتعرفش تعديها دي صعبه بالصح لا بس انت بتقولي كده عشان خسرت عندي تعرفي تعملي اصلا خلصت تقفي على مروحه دي علمت ازاي دي قصدي بسم الله ما شاء الله الشطاره بسم الله سهله قوي والله راح استخدت منها الشطاره اصلا كنت شاطره بس اوعي تقولي تخمين وكمان نط نتخمين كان بيغش من البتاج ايه ده على طول يعني كده على طول كده يعني مفيش حد يعرف وانا مستره غبيه طول عمرها غبيه عارفه لو كان في وطي كنت هرقى وطي بالتحت الاحمر ده ده انا كنت هقول للعيال ايه ده هو انا ليه ببوظ كده مش زي اهبل كده يا صحابي يا اخواتي الصغار لا داعي للشتاء لا داعي للشتاء شتاء ولا صيف لا تهمل انا بالذات الحته زي القرعه بتبان اخر مره تعدي ايه ده اخر مره اخر مره اخر مره يا اصحابي القرعه بعيد ده لا ضروري اصحابي انا اوقف على التكتوفه وانا عادي ياي وقفنا على التكتوفه وعدينا شفتوا اخر التكتوفه قربتي توصلي بس قول اكتر قناه مشهوره في الدنيا دي كلها ومختلفه احنا يعني احنا مختلفين بس مش مشهورين قوي يعني فيديوهات جديده اللي احنا مشاهدينها لسه بنبدا لسه مش مختلفين قوي ايه ده ايه السلم ده يا ابني بس خلينا يا حباب يعني حبايبي الحلوين انا خلصت خلاص ده انا كنت فاكره هيقولوا لي ولا ساكنه ولا ايه اوماي جاد اوماي جاد مجات 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 يا حبايبي الحلوين يلا نعديها ليه العدل ليه انا وحشة عرفت توصل انا اللجلج ما عشان اللجلج نوبة والله دي اسهل لعبة والله في الدنيا لا يا اصحابي دي اصعب لعبة اكبر لعبة كورة عارفين اللعبة عاملة زي ايه دي انتوا هتقعدوا اسبوع عشان تعديها هتقعدوا اسبوع لا والله ما اسبوع شفت قبل كده واحد كان بيعدي مرة اقوى ماب مش عارف يعديها قال باي اول ما فتح الجيم وبص لفوق قال باي اوه لا والله لا والله حلفي لا بصوا مش والله بس ايه اقول لكم حاجة حلفي عدي على التكتوفة اصحابي الحلوين ما تجوا تاخدوني انا وات ما تجوا تتفرجوا على فيديوهاتنا وتدونا لايك يا عملتنا وات ما تقولش وات اوه على الشطاره والاحتراف لسه في منها تاني بس عادي سهله النزول سهل عليا اوماي جاد عشان انا مش مقربه يا اصحابي معايا دلوقتي 80 بسم الله ما شاء الله لا واجب يا لا واجب يا 85 ازر كده لا ازر كده قالوا انت نوبه موتوكي شوي موتوني ليه اسال حاجه والله اسهل حاجه ما بتعرفش تعديها ده انا عديتها في ثانيه اوكي يا سلمى مش بعيد اللي بس كنت طالع السلم وانا مش انت طب انا هجنن دي سهله جدا سهله جدا السلم والله حاطين الغبيين احنا اللي بقول لك كنت والله اجري واخد الشيت بورد بعد كده يقولوا لي اوه كده ولا كده كده صعبتها انت مش شايفه السهم يا اصحابي اخر مره انا عادي يا رب اصحابي بسرعه يلا
معايا بعديها اصحابي. بقى تموت يا اصحابي. ما تحسديش بقى. يا هو كده لو دعيتي كتير. ما تبقى. انا وحشة ولا ايه؟ ايه العدل ليه؟ 81 يعني كل ما تاخد تشيك بون واحد انت كده عديتي 81 مره. دي هتشوفني عجله عجله وايه ده نورمال. البت شافتني. البت شافتني والله شافتني وقعت من تحت كده من فوق. قالتني ايه ده وات؟ واحده انتحبت من فوق الخامس ولا ايه؟ من الدور اللي فوق خالص. البت شايفاني. شايفاني اهي. شايفاها انت تحت يا اختي؟ خلاص هي البت دي اللي انا نزلت قدامها بالظبط. مش هلا اصحابي مش عايزين نكون مثبت يا اصحابي. والله 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 احبك. انا محترف اختي عشان عديت حاجه سهله تمشي. ودي كانت فيس بديارتي والله كنا معاها. نو عشان انا بعيده بعيده ليه بقى وانا بعيده انا انزل لكم بنات. ايه ده تبرد استنى بقى حاول كده ايه ده ايه ده خلينا نحط الخط الاسود قولي اصفر عشان ما يغلوش. اللون البرتقالي لايق على اللون الاصفر صح يا اصحابي؟ اللون البرتقالي بيلعب على اللون الاصفر صراحه. هو طبعا والازرق طبعا الاخضر. او ماي جاد او ماي جاد اولو انا قلت اقول او ماي جاد. ايه ده هو انا ايه ده يا عمي بص استنى. كنت فاكره والله هيضحكوا عليا اصحابي الحلوين. كنت فاكره هيضحكوا عليا ويرجعوني الحته دي. انت اللي كنت لسه قايله معايا. لا يا باشا لا حاجه سهله والله. بس كده عندك حق والله سهله يا اخت نهله. موتي كده يا اخت نهله. منين نهله؟ انا من نهله. نهله ما انت اختك اسمها نهله مش انت نهله؟ مش انت نحله؟ نحله على نحله هو كده صح؟ يس. يلا يا بنتي يلا يا بنتي يلا يا بنتي ده غرفه داهيه. ليلى ادلني انا وش صوبه طبعا. انا اللي بلعب انا اللي بلعب والله العظيم. انت عيله بارده ونوبه نوبه بنتي اللي بتسيبتني فرصه. انا شاطره اهي. هاتي يا بنتي استني يا بنتي اشوف جمعتي قد ايه. جمعتي 86 86 ايه ده 86 كنت فاكره 68 كنت هضربكم حته علقه. هيحلم. اول مره اشوف السوسته من غير ما تشنر بلوكس. بس انا بفكر اللي معرفش البلوكات ديت ايه بتفكرها لعبه كمبيوتر والجماده. او ماي جاد انا ما فانيش. انا ما فانيش لو مشيت كده هرجع. ايه ده لا والله انت اصلا عديتي دي. انت تحت دي يا عبد. بصي كده فوق شوفي انا قربت تعدي الباركور. قربت اهو. فاضل لي دي. كل ده فاضل لي دي بس. فاضل لي دي الحته دي بس. اه فاضل لك طبقين تاني او ثلاثه. لا خلاص. هي الطبقه دي فاضل لي الطبقه اللي فوقيها بس خلاص. هكون عديت. انا اصلا قربت والله انا قربت. ما تخلصي يا اختي اقسم بالله. دي سهله ده عاملين هنمشي كده وخلاص. مجانين دول. انا صعبه. انا صعبه يا اختي نهله. سهله يا اختي نهله. نهله 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 قربت توصلي. قربت توصلي والله. كنت عنت كده مش شايفاها والله. يلا يا حبايبي. هاتي يا بنتي. لا يا بنتي ما سهله اهي. دي خامس مره تموتي. بنتي اسكت 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 استنوا كده. تعالوا يا اصحابي بس هنعمل حاجه. ايوه كده كده بس. ليلى ليلى ده الصوت في الفيديوهات صوته جميل ورقيق جدا. لا انا صوتي عرس استغفر الله. صوتك زي العرسه اصلا. استني اهي صوت جد عرسه. عرسه يا عرسه. حطها قلم على قفاها وهي قاعده جنبي وربنا. حطها قلم على قفاها وهي قاعده جنبي وربنا.
النوم اللي مش عارف يعدي انتي مختاره شخصيه تخينه تمشي عايزه تبيني نفسك ان انتي شاطره خلاص خدت الشوكولاته ولا بدالوه حبايبي خلاص هنعدي انا هعدي دي انا هعدي دي يلا يا سو هنط على دي اصحي ولا نط على دي تخبيط بقى ايوه كده بتخبيط ايه ده يلا يا بابا مش دي دي خليني دي بتاعتك ايوه والله تخبيط اللي جرب الماب قلت لكم زي ما قلت لكم في التعليقات قولوا لي ولو ما جربهاش انا في عنواني فيديو مكتوب على اسم الباب واسم الباب روبلوكس بيعملي مش عارفه اسم الماب مش يعني مش هقولها لكم يعني قلت باركور كله بقولها باركور بس هي مكتوبه من سنه تاني انتوا بتفتكروا احنا بنلعب كل الالعاب دي في لعبه واحده الناس اللي بتفتكر كده احنا بنلعبها في لا كل الالعاب دي بنلعبها في لعبه واحده بس هي روبلوكس اسمها اول مره اشوف لعبه يعني بالحاجه الجميله دي هتقولي طب احنا محملين روبلوكس عايزين بقى نحطك في الصداقه صداقة اسمي لا ما تقولهمش اسمك لو الفيديو وصل 600,000 لو وصل ل1000 او تعليقات 1000 برضه وعجبت 1000 وتشتركوا في القناه يعني هيعلقوا في الفيديو دي وبعدين هتشتركوا وتفعلوا الجرس لو لكم كل فيديو جديد اتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي في القناه وتضغطوا له لايك واشتركوا فيها وتفعلوا الجرس برده وتعملوا تعليق جميل وانا هقول لكم اسمي وخليكم تبقوا اضيفوا معايا في الصداقه لو انتوا بقى انا هنزل فيديو وانا بضيفكم في الصداقه معايا كل الناس تبقى اقول لكم لو انتوا بقى تبعتوني وانا طيب يا ارتاج طب احنا هنعمل ايه واحنا اصلا معلقين هنعمل 3 ايميلات لا احنا هنبدا من الفيديو دوت الناس اللي معلقانا التعليقات الثانيه احنا ما لناش دعوه بيها لما تعلقوا تاني هضيفكم معايا في الاصدقاء ماشي استنى ما نشوف كمان كام ده 93 50 عارفه 50 هنجيب اللي زي يلا حبايبي الحلوين كده ليه انا وحشه ولا ايه يلا حبيبي ليه لا يا حبيبي يا اصحابي انا حبيبي قربنا نكسب قربنا نكسب الولد كمان جه الولد ده نوبص سبقني بالصح يا اصحابي اما تشوف مين اوه ثانيه وارجع لكم طبعا يا اصحابي انا اختي بتعديها الرخمه او ماي جاد او ماي جاد رخمه او ماي جاد انت رخمه انت يا رخمه طبعا يا اصحابي احنا عمالين نخلص الباركور انت فاضل لك بس الطبقتين دول وتخلصي الباب كلها الطبقه اللي انا فيها والطبقه اللي فوقيه وخلاص انا اصلا قربت اطلع للطبقه اللي فوقيه فاضلني تك عشان اطلع للطبقه يا ريت تخلصي الباب يا ريت يحسبها لي الشيك بوك مين المجرم الحقيقي لو عايزين لعبه مين المجرم اكتبوا لي تحت في التعليقات خالص طب انا هعدي الحركه دي طب انا بعديها سو يا سلام اوعي كده يا سلام طبعا يا صحابي سو انا بعديها يعني ما متش غير مره يعني ما متش فيها 50 مره عشان انت مش بتدوسي جنب بتجري لا والله لا والله ما انا بدوس والله وجنبي ما بيتحسبش معلش ليه بقى اذا معانا 95 الماب دي شكلها يا اصحابي 100 اللي عامل الماب دي الصراحه اشكره جدا الى الغايه جدا والله بقت معايا 96 قربتي حاسه يا بنتي انا بصوا يا اصحابي احنا فضلنا لنا قد ايه كل ده طبعا هساعد اختي
انت يا بنتي عدي دي انت بتشوفي السهل وبتقولي لي ساعد اختي. لا والله السهل مش السهل، ما بشوفش السهل. واكتبوا لي تحت في التعليقات، اكتبوا لي تحت في التعليقات يا صحابي انا بشوف السهل ولا لا. دي سهله انت مش شاطره حتى تديني اي حاجه. خدي سهله قوي ابدا مساكين. طب يا بنتي وعيالي مو يمي استخر يمي صوتها راح. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. كان لازم نقف على الكرتوفه حاجه السلب مني النوب. اخر وحيات الرصيف هنزل لكم بنط. يلا هندوس دلوقتي هنقف على الكرتوفه على الكرتوفه على الكرتوفه على الكرتوفه. ازاي وقفه هحول ازاي بس بالنزول بقى شوف. طبعا واحنا نازلين طبعا ننزل على الكرتوفة على الكرتوفة. ما يهمش الكرتوفة ما يهمش الكرتوفة يا ام الكرتوفة. وريه بقيت مجمع ايه 98. يلا فاضل لك كتير يلا بسرعة او 3 98 لازم 99 فاضلني 2 عشان تشتري 6. بس خلي بالك عارف اني السبيد واني الثانيه حلف. ايوه والله استني دي بقى عشان عايزه بتاعت ال هي بقى البنج هي اللي بتقولي 99 يعني حسب لك اتنين. استني يلا فاضل لك دي اخر واحده 100. جربت تصلي طبعا انا كده عديت 100 حاجه. استنى ما نشوف ما نشوف لما نشوف يا حبيبتي لما نشوف كمان كام 100 اهو اهو ده اللي متاكده. ايوه النط. لا ما النط اهو. طب جيبي النط جبت اهو وانا معايا 50 ماشي اتفضل يعني. يلا انا مش عايزه السبيد ده بخمسه. لا مش عايزه السبيد مجات. وده ايه مش عارف ايه ده ده مش احنا روبلوكس. اه لا مش احنا روبلوكس احنا كل ده مجمعنا الفصل بنشل. ايه اللون ده نعمل ايه باللون؟ لا 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 استنى يا اصحابي ده عادي ده ممكن نشتري بس مش نضيع يعني. استنى استنى نجيب ده احسن ولا ده؟ هاتوا 10 واغلى واحد هو ايه؟ ده 400 اغلى. 170 فين ابو 100؟ اهو ده ابو 90 100 مش حلو. لا ابو 50 حلو. لا انا هجيب ابو 10. هات 50. لا بال 10 حلو انا مش عايزه اصرف فلوس كتير يا اصحابي انتوا عارفيني. استنى ابو 10 بيت بيت ما هو اسمه بيت وانا مش عارفه اسمه والله كل ده. يلا يا بنتي قدامك قدامك. انا عديت اصلا جبت بيت اللون الشال اللي البيت كان لازم نجيب بيت احمر هيكون شكله اجمل لايق على اللون. بس لايق على اللون يا حبيبتي بيت لايق على اللون. دي سهله ميه. يلا شوف ايه ده يبقى دي بتفنش الغدرة. اخر مره يا اصحابي اخر مره ايه ده انا عرفت فرصه يعني. بس يخص يعني الخضره بتفنش مجانين الخضره بتفنشنا اصحابي. انا محترفه يا اصحابي. هو انتوا بتلعبوا كده والتليفون فضل معايا هتستنى. لو حتى لو بتلعبوا الكمبيوتر الكمبيوتر هيرسم معاكم. لا احنا ما بنلعبش خالص ولا على كمبيوتر. على كمبيوتر تليفون 18% 18 دي تليفون بس ان شاء الله ربنا ما يبقاش بس حلو اللي هو 18. حلو ليه ده انا عارفه لما يكون 1% اصحابي اقول لكم باي باي يا تسع. او ماي جاد باي باي ايه؟ لا يبقى يعني استنى ممكن يبقى يعني 5% او 10. انت قربتي توصلي. الواد شافني الواد شافني لما انا نطيت. والله شافني يا بنتي. ما تمشي بقى انت جاموسه يا بنتي انت رايحه فين؟ ما هو هدي صعبيته صح. عمي بتعمى والله بتلعب ترى لو كنت برا كنت بنت ثلاثه عاجبكم من اللي يعني انا ولا هي؟ ايه ده؟ اولا انا اللي اعديها اصحابي المره دي. وكمان عشان نخلص بسرعة عشان التليفون احسن تمام. ودلوقتي يا اصحابي انا هديها كانت الشاشة بتيجي جنب وانا وقفت طبعا مش عارفة بتيجي ليه الشاشة جنب فجأة كده. وانا هنا سيرة كده هما عايزينك تموتي وخلاص.
عشان هم اللي يفوزوا. بس الشطارة شطارة ما تفهم 200 مرة. يلا بينا بقى هيجي صح وكده امني انا لما سهل دول مجانين دول مديني حاجات الصحاب بيقولوني عليها ليه ما تدوني صعب ولا انت خايفين من الاحتراف ولا ايه بس ده شكله كيوت جدا كيوت جدا كيوت جدا كيوت جدا كيوت ده لبس الاصفر ده كيوت جدا والله لما اقول او معلمه وطني كده على الفاضي بس يا بنتي فاضلي فرصه هي دي بنتي صعبه صعبه يا اختي نهله يا سهله يا اختي نهله انا نهله انا نهله اصلا طبعا انا رجعت المستوى لا ما ينفع لا بتموت انت شايفاني كنت مش بلمسها عايزه الفيديو ده لايكات كتير يا اصحابي تقول ايه هرفة دي او ماجات ازاي انا دوست عليها موتش او ماجات لا انا مش عارفة ازاي صح مش عارفة حد كان بيقول صعبة رحت قلت صح وقلت هلو ماجات ولا كنت فكرة انسان لابس جلابية اصحابي جلابية ايه جلابية كنت فكرة انسان لابس جلابية بنات اصور ولا لابس ازاي كنت اقول لابس جلابيه تحت استنوا عدي دي اصحابي ولا دي عشان سهله انت مش عايزين انا انت عشان سهله انت اللي بتاخديها مني انا بعدي بسرعه عشان التليفون قرب يفصل وانا كمان التليفون قرب يفصل سل هتبقى انا خلاص تهالي جلا لا عادي ايه من اللعبه لا قولنا لا لا ايه ده انا روحت فين انت كده بتستني ده انا روحت فوق انت انا روحت في حته تانية ازاي اللي طلعني فوق كده ما هم حسبوا لك الشيك بوينت عشان انت كنت في الحته الاخيره من الناس مجنونه ولا انت كده طالعه فوق رجعت لا انت كده بتطلعي فوق اللي فيه اه والله انت شايفه نفسك ايه عادي يا اختي يحسبها وربنا انا مزاكم قررنا اه حسبهالك لا يا عبيط لا مش حسب لازم لو انت موتي في الحتة الاخيرة هيحسبهالك حسيت بوم وليه عشان هيقول حرام ايه الرخامة دي والله في اخر حتة وحتة الرسول بتلاقي لا دي مش اخر حتة دي الحتة ما فانيش الحتة ازاي البت مش متموت ايه ده ازاي البنت مش متموت وواقفه عشان البنات محترفه عشان 15 سنه انا محترفه روحي انا عملتي لو رحت دي في الشله في الحته دي انا عارفاها بتلجلك والله صدم لو وقعت دي صعبه يا اصحاب استنوا صعبه هتهين خلاص تعال هل لعاد لعاد لا يا تنزل من اللعبة بتقول لا والله من الهلال وانت اللي بتنط يا بنتي بنتي انا شايف العيال تحت كلهم وانا اكتر واحدة باينة الاولى يعني بسم الله ما شاء الله ما تشوف الصداقات العيال انا مش هتعرفه وانا مش صعبة الغاية دي بابا قولي لها صعبة هادي صعبة هدي؟ انا فاضي هدي يلا بسرعه عايز اروح حياه فعلا يم 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 الرخامه دي الرخامه انت كده جرب ثانيه هخلص اصحابي عديناها طبعا يا اصحابي بعد ما عديتها بهزر طويل حتى بنتي بقى بابا 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 يلا يا اصحابي او احنا عشان قربنا في اخر الليل حبايبي ولا 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 ما تنزلوا له يا بنتي تحت وقولوا له هاي وطلعوا له ايه ده ازاي لا هنا والله تصدم عامله زي المانجا يا اصحابي ايه الرخامه دي بالمانجا بالظبط
تطرش طبعا. فيديو الرب يوصل للساعة يا اصحابي الساعة طبعا. واحنا قاعدين بقالنا سنة يعني بقالنا سنة من بقالنا اسبوع يا حبايبي. هتقولوا احنا احنا خلاص قربنا يعني انت واحمد ربنا بتستمتعوا. طب خلاص فاضل له دقيقة كمل ساعة الفيديو كمل ساعة كمل ساعة. هيقولوا لنا احنا نتفرج على الساعة يا اصحابي هنعملهم طبعا احنا طبعا احنا طبعا ده انا اتصدمت يا اصحابي خلاص ده بيموتني الحمد لله. اصحابي بتقولوا لنا ما تبقوا عدلنا اللايك وشوفوا ايه اللي في الماب وشوفوا ايه اللي في الماب في اخر الماب الهديه وفرجونا على الهديه ولعبوا بالهديه. نقول لكم نتسقوا مش تقولي ولا قالوا كده والله ما قلتوا ممكن يقولوا ممكن حد يعني نتسق كده والله اعلم. قولوا تحت في التعليق قولوا ريتش كلامه صح ولا لا. اصحابي يقولوا ما قلتوا من موتوني موتوني موتوني. دي اسهل حاجه بقى والله اسهل حاجه انت زي ما قلت تمشي البنت اللي انا فيها حته حب وفيها حته الحاجات اللي يعني اللي محترفه حاجات الصعبه بقى شاطره فيها والحاجات السهله سبحان الله. شفت حاجه عدت حاجه حلوه عدت ايه هي بصي 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 حاجه حلوه ايه ده ايه ده ايه اللون الرصاصي اللي تحت ده انت استني انا مش مركزه اللون الرصاصي للزرار الاشتراك انزلوا يلا اشتركوا القناه وحولوا استني يا اصحابي عايزه اقول لكم حاجه الاحمر للابيض سوري انا ليه اوت انا ليه نوبة مجاز اه 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 لا الوحش اللي بيقولني ايه ده ايه الجزامة دي انا هعملها يا اصحابي وارجع لكم عدنا وبعد ما عدنا بعزب طويل ما طبعا يا اصحابي انا بلعب عارفين ليه عشان انا مش قادر البنا الرئيسي بتشتغل بتقعد سنه عشان تعدي الحاجه. انزلي بقى على اللي تحت وعدي انزلي بقى على اللي تحت بسم الله ما شاء الله عليك يا رتيت يا شيخة كم بين 13% و 12% عشان قولوا يا رب يكفوا بقى عشان نعدي الحته دي بس. اصحابي اتفرجوا يا اصحابي على احترافي الفيديو القديم يا اصحابي اقعدوا دوروا في الفيديوهات هتلاقوا انتوا طبيعيين عادي معاك على فكره بس هو جنبك سامعاني يا حبايبي السقفه دي وحشه عادي. بصوا يا اصحابي انا هدوس على دي تيجي الشاشه كده هنجرب واحنا كده. طب احنا كده نستفاد ايه؟ طبعا في بنت انجابيه كانت بتلعب كانت عامله كده تلعب في نفس الميت. طب احنا نستفاد ايه؟ انت على فكره بترجعي ايه ده انا كده برجع يا خيب بيتي خيب بيتي. طب انا كنت هتقولي انا بقول ما باخدش شيء كبير مفيش بابو واخيرا عديتها بعد عصب طويل يا اصحابي وربنا حتى الرسول بعد عصب طويل.